تسعى المديريات الأمنية بالمملكة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور إلى تأمين السلامة في الأحياء السكنية والطرقات من إزعاج المركبات، خاصة المزودة بدبابات الصوت والأبواق، وذلك من منطلق تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع. تقوم المديريات الأمنية بالعديد من المهام والواجبات لتوفير كافة الخدمات الشرطية ذات الجودة لتعزيز الوجود الأمني ومنع السلوكيات والظواهر السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين والمقيمين خصوصا في الأحياء السكنية وعلى الطرقات. تقوم المديريات الأمنية بتكثيف حملات الراجلة والراكبة وتفعيل نقاط التفتيش بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأماكن اللي أكثر فيها الازدحامات العمد وتجمعات وأصوات المركبات المزعجة اللي تزعج المواطنين والمقيمين، حيث تباشر مديريات خدمة المجتمع برصد كافة السلوكيات الخاطئة للمركبات وأيضا للتجمعات والسيارات المسرعة في الأماكن اللي أكثر فيها الكثافة السكانية والأحياء السكنية، حيث يتم رصد المخالفين ومخالفتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، متمنين التزام الجميع وعدم مخالفة القانون. وبالتوازي مع جهود المديريات الأمنية، فقد وضعت الإدارة العامة للمرور البرامج والخطط المتكاملة للحفاظ على السلامة المرورية لمنع نشر الفوضى وإزعاج الآمنين. تقوم الإدارة العامة للمرور بشكل يومي ومكثف بتطبيق حملات انفاذ القانون في كافة أرجاء المملكة، وذلك لضمان سلامة مرتادين الطريق وأيضا للحد من المخالفات المرورية، واستنادا لما رأيناه في الفترة الماضية بشأن ازدياد مخالفة الصوت والإزعاج بداخل الأحياء السكنية أو على الطريق العام، وأيضا مخالفة الإطارات الغير قانونية لما فيه ضرر على المخالف وعلى المجتمع بشكل عام، وقد يواجه المخالف الغرامات المالية وأيضاً قد يواجه اللي هو حجز المركبة لفترة تصل إلى 30 يوم. ومن مبدأ الشراكة المجتمعية ندعو كافة مستخدمين الطريق بالالتزام بقوانين المرور، وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مرتادين الطريق. وأنا رسالتي حق الشباب اللي عندهم هالسيارات المزعجة في الفرجان، البيوت فيها الكبار في السن، البيوت فيها مرضى، البيوت فيها يهال، عندهم الناس عندها وظائف تقوم يعني من وقت، فأنت ولما تزعجون الناس في الفرجان أعتقد يعني أنت قاعد تظلم الناس. أنا طبعا كوني يعني بنت ما أعرف وايد عن هاي الأشياء، بس اللي أشوفه أسمعه إزعاج جدا جدا، ويعني كانوا وايد ناس يشتكون. رجال المرور ما قصروا الأمانة في هذه المواضيع، يعني خذوا إجراءاتهم وشددوا أكثر فيها بحيث أنهم يحدون من انتشار هذه الظاهرة، لكن احنا بعد نتمنى الاجراء الاقصى والاقوى على ذلك، لان ناس في بيوتها حريم، في بيوتها راقد، ناس شيبان تخبر العيال يهال، ناس ترقد بس مر عليها صوت قوي ولا ذي يحصها من النوم يفز قلبها عبالها انه في شيء، فهاي الامور يعني ازعاج جدا قوي. ان التحلي بالمسؤوليه والوعي العام لدى افراد المجتمع والتقيد بالانظمه والقواعد المروريه يسهم في حمايه المجتمع من كافه الظواهر السلبيه.